السلام عليكم، انا الدكتور عمرو عثمان. هقوم بشرح شابتر 3 في ماده الكيمياء الهندسيه. شابتر 3 ده بيتكلم عن السوليد ستيت اند الالوي. بنقسم الشابتر ده لجزئين مهمين جدا او تو سيكشنز. السكشن الاولاني بيتكلم عن السوليد ستيت، والسكشن الثاني بيتكلم عن الالوي. هنبدا بسكشن 1 اللي هو السوليد ستيت. والسوليد زي ما احنا عارفين هي الحاله الثالثه من حالات الماده، اللي هي زيها زي الجاز زي الليكويد، تمام؟ السوليد ده بيبقى موجود عندنا على هيئه يا كريستالاين شيب او فيس يا امورفس فيس. كريستالاين فيس يعني الماده او السوليد موجوده ليها شكل تحت الميكروسكوب، طبعا ليها شكل فراغي محدد، تمام؟ انما الامورفس بتبقى تحت الميكروسكوب الماده ملهاش اي شكل، ملهاش حاجه محدده، ملهاش معالم واضحه، تمام؟ احنا هندرس في الشابتر ده الكريستالاين سوليدز. يبقى كريستالاين سوليدز هي السوليد اللي ليها شكل فراغي محدد. هذا الشكل الفراغي بنسميه الكريستال لاتس. ويبقى عندي تعريف مهم جدا، يعني ايه كريستال لاتس؟ قال لي هي سيمتريك اري. يعني ايه سيمتريك اري؟ يعني ترتيب منتظم. من ايه بقى؟ من الاتومز او الايونز او الموليكيولز. ممكن يبقى اتومز، ممكن يبقى ايونز، ممكن يبقى موليكيولز. اهم حاجه بيبقى في 3 دايمنشن ستراكشر، تمام؟ الكريستال دي حاجه كبيره بتتكون من جواها من وحدات صغيره جدا، وحدات بنائيه اصغر. هذه الوحدات تسمى باليونت سيل. يبقى أنا لو درست خواص اليونت سيل تباعا، يبقى أنا كأني بدرس خواص الكريستال. بالتالي إحنا هنعمل في الشابتر ده، قال لي في هذا الشابتر أو في هذا السكشن بالذات هنتكلم على اللي إحنا هندرس ثلاث أنواع مختلفة من اليونت سيلز، اللي هم إيه؟ اللي هم سيمبل كيوبيك يونت سيل، أو فيس سنترد كيوبيك يونت سيلز، أو اللي هي اختصارها اف سي سي، أو البادي سنترد كيوب أو كيوبيك يونت سيل اللي هي اختصارها بي سي سي. يبقى أنا عندي 3 ديفرنت تايبس أوف اليونت سيل هندرسهم. طب أنا هدرس فيهم إيه؟ قال لي هدرس لكل واحد فيهم حاجتين. فور ايتش يونت سيل وي كالكوليت واحد النمبر أوف أتوم أو الأيونز أو الموليكيولز في كل واحدة فيهم. تاني حاجة الريديوس بتاع الأتومز أو الأيونز أو الموليكيولز في كل واحد فيهم، مع اعتبار إن الأتومز أو الموليكيولز أو الأيونز في النهاية تبقى شكلها عباره عن كوره او سفير. هنبدا بايه دلوقتي؟ هنبدا باول حاجه فيهم اللي هي النمبر اوف اتومز او الايونز او الموليكيولز في اتش يونت، في كل موجود اللي موجوده في كل يونت سيل معانا. هنبدا باول يونت سيل معانا اللي هي عباره عن السمبل كيوبيك سيلز. السمبل كيوبيك سيلز هي عباره عن كيوب زي ما احنا شايفين كده. كيوب ده بيتكون من ايه؟ زي ما احنا شايفين الكيوب ده بيتكون من نمبر اوف اتومز اهو، احنا عايزين نعرف النمبر بتاعها. فجينا بصينا لقينا ان الكيوب ده بيحتوي على 8 اتوم زي ما احنا شايفين بالصوره اهو. عندنا 8 اتوم، طب ال 8 اتوم دولت موجودين فين؟ قال لي ده ال 8 اتوم دولت موجودين على الكورنر بتاع كيوب. يعني كل واحده فيهم موجوده واخده كورنر، انا عندي 8 كورنر في كيوب يبقى انا عندي 8 اتومز. حلو. بس هل ال 8 اتومز دولت بعيد كده عن بعض فعلي؟ قال لي لا. بص كده على الرسم اللي جنبيها هتلاقي ايه؟ ادي الثمانية اتوم زي ادي الاتوم الاولانية، ادي الثانية، ادي الثالثة، وادي الاتوم رقم اربعة. ادي اربعة الاولانيين، بص كده ادي خمسة، ستة، سبعة، واخيرا ثمانية. ايه اللي انت شايفه؟ شايف ان الثمانية اتوم مش بعيد عن بعض؟ لا، الثمانية اتوم فعليا لازقين في بعض اهو. عملوا لي كل أربعة عملوا فيس، فالفيس الأولاني أهو اللي اتكون عندي فوق أهو، أدي فيس بأربعة أتوم، وأدي فيس تاني بأربعة أيونز تانيين أو أربعة أتومز تانيين، والأربعة لزقوا في بعض، الفيس اللي فوق والفيس اللي تحت عمل لي ما يسمى بيه كيوب ستراكشر. يبقى إذا أنا مطلوب مني أحسب النمبر أوف أتومز في كيوب أو كيوبيك يونت سيل. عشان نحسب النمبر أوف أتومز في كيوبيك يونت سيل يبقى محتاج إن أنا أعرف انا عندي كم الشكل بتاعي. فلقينا ان كيوبيك يونت سيل كونتينز 8 اتومز اهو، موجودين فين؟ ات ذا كورنر اوف ذا كيوب. تظهر المشكله بقى، هل الاتوم دي كلها والاتوم دي كلها مشتركه في اليونت سيل؟ يعني كلها موجوده في اليونت سيل؟ قال لي لا. بص كده على الاتوم دي، الاتوم دي موجوده ومشتركه مع 8 يونت سيل. ادي يونت سيل اهي واحد، ادي يونت سيل ثانيه اثنين، ادي يونت سيل تالت تلات، ادي يونت سيل اربعة اهي، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة، وادي تمانية. يعني ايه الكلام ده؟
قال لي يعني كل يونت سيل، كل اتوم في دول بتشترك مع 8 يونت سيل، جزء منها في اليونت سيل دي وجزء تاني من الاتوم في يونت سيل تاني ويونت سيل تالت ويونت سيل رابع، يعني كل اتوم من اللي موجودين عندي مشتركه مع 8 يونت سيل. يبقى محصلتها في اليونت سيل الواحد ايه؟ اهو زي ما احنا شايفين في الكيرف ده، ادي الشكل بتاع اليونت سيل اهو. بص محصله الاتومز فيه عامله ازاي؟ الاتوم مش كامله، ده جزء منها بس اللي موجود معايا. طيب الجزء ده في الاتوم دي بيمثل قد ايه؟ قال لي بيمثل التوم، يعني تمن حجم الاتومز اللي كان معايا هو المشترك في اليونت سيل. ودي نفس القصه، تمنها هو اللي موجود في اليونت سيل، ودي نفس القصه، تمنها موجود في اليونت سيل. يبقى انا عندي كام اتوم؟ انا فعليا عندي 8 على الكورنر، لكن الثمانيه مش كلهم بيشتركوا بكامل طاقتهم، انما بيشتركوا بكام؟ كل واحد فيهم بتشارك بتمن طاقتها بس. يبقى الثمانيه دولت كل واحد فيهم بيشارك بتمن، كان الثمانيه دولت في النهايه بيكافئوا معايا كام؟ قال لي كان الثمانيه دولت في النهايه بيكافئوا كما لو كان عندي 1 كومبليت اتوم ولا لا، وهو ده النمبر اوف اتوم الموجود فين؟ في كيوب يونت سيل. طب نقرا الكلام ده؟ نقرا. الكيوبيك يونت سيل كونتينز 8 اتومز، حلو قوي. موجودين فين الاتومز دولت؟ ات ذا كورنر اوف ذا كيوب او يونت سيل، حلو. اتش اتوم شير باي كام؟ باي 8 يونت سيل، يعني شير باي كام؟ بين 1 اوفر 8 ان 1 يونت سيل. يبقى التوتال نمبر اوف اتوم ان ذا كيوبيك يونت سيل از 8 اللي على الكورنر في توم مشاركه كل واحد ايكوال كام؟ 1 اتوم. يعني ايه؟ قال لي يعني كيوبيك يونت سيل كونتينز ان ايكوفلنت اوف كام؟ اوف 1 كومبليت اتوم. يبقى ما اجي اقول لك الكيوب يونت سيل كونتينز كام اتوم ما تقوليش 8، غلط. 8 اه بس ال 8 دي مش كاملين، محصله ال 8 دولت بكام؟ 1 اتوم. ويبقى فعليا انا كده عرفت وحسبت النمبر اوف اتوم في اول نوع من انواع السيل اللي هو عباره عن الكيوبيك يونت سيل. طيب في نوع تاني، النوع التاني ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فيس سنترد كيوبيك يونت سيل، وهنا او اف سي سي. وهنا محتاجين نتكلم شويه، محتاجين نتكلم في حاجه مهمه جدا، يعني ايه الجزء ده؟ بص كده معايا، ايه المقصود بالجزء ده؟ ايه الجزء ده؟ كيوبيك يونت سيل. كلمه كيوبيك يونت سيل لا تطلق الا لو كان عندي ايه؟ الا لو كان عندي 8 اتومز. موجودين فين؟ موجودين على الكورنر بتاع كيوب، وكل اتوم فيها بتشارك بكام؟ اللي هتشارك بايه؟ 1 اوفر 8 في اليونت سيل. يبقى اذا اي مصطلح كيوبيك يونت سيل معناها ان انا عندي 8 اتومز على الكورنر. طيب انا عندي ايه بقى؟ بيقول لي فيس سنترد كيوبيك يونت سيل. طيب يعني ايه فيس سنترد؟ ودي بقى مهمه، يعني ايه كلمه فيس سنترد؟ اهي فيس سنترد ايه المقصود بيها؟ قال لي يعني فيس، ايه هو الفيس؟ هو ده فيس. الكيوب عندنا بيتكون من كام؟ اي كيوب في الدنيا بيتكون من 6 فيسز، تمام؟ طيب يعني ايه فيس سنترد؟ قال لي يعني في السنتر بتاع الفيس في اتوم. اما السنتر بتاع الفيس يبقى فيه اتوم، زي الاتوم دي اهي، دي موجوده في السنتر بتاع الفيس. طيب هذه الاتوم بتشارك مع كام يونت سيل؟ قال لي ما هتشارك مع 2 يونت سيل، اليونت سيل الاساسيه بتاعتي ويونت سيل ثانيه جنبي. يعني ايه؟ قال لي يعني اي اتوم موجود على في السنتر بتاع الفيس عندها القدره اللي هي تشارك في 2 يونت سيلز. طيب انا عندي 6 فيسز ب6 اتومز، مع كل فيس فيه اتوم، وكل اتوم دي بتشارك مع 2 فيسز، يعني بتشارك مع كام؟ ما بتشارك في اليونت سيل الواحده بكام؟ بنص. يبقى اذا الست اتومز دولت اللي على الفيسز بتشارك كل واحد فيهم بنص، كان محصله الست دولت كام؟ 3. يبقى الفيس سنتر دي كيوب يونت سيل كونتينز 3 اتومز؟ لا طبعا غلط. ليه؟ لان احنا نسينا كلمه كيوبيك يونت سيل، وكيوبيك يونت سيل معناها ايه؟ معناها ان انا معايا 8 اتومز على الكورنر، كل واحد فيهم بتشارك بتوم، يعني محصلتهم بكام؟ بواحد. يبقى التوتال نمبر اوف اتومز في الفيس سنتر دي كيوبيك يونت سيل ايكوال كام؟ هتقول لي طبعا صح كده، لو انت فهمت هتقول لي اللي هو ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى ما اجي اقول لك اثبت او احسب لي النمبر اوف اتوم في الفيس سنتر دي كيوب يونت سيل، هتقول لي ايه؟ بص كده معايا وركز. الفيس سنتر دي كيوب يونت سيل كونتينز 8 اتومز ات ذا كورنر اوف ذا كيوب، اتش اتوم شير باي 1 اوفر 8 ان 1 يونت سيل، يعني شير باي او متشاركه مع 8 كيوب، يعني شير باي 1 اوفر 8 ان 1 يونت سيل.
يبقى التوتال نمبر اوف اتوم ات ذا كورنر ايكوال كام؟ ايكوال 8 في 10 ايكوال 1. طيب هل كده خلصنا؟ لا طبعا. تمام؟ اند كونتينز 6 اتومز 6 اتومز ات ذا سنتر اوف ذا فيسز في السنتر بتاع الفيسز ايتش اتوم شير باي 2 يونت سيلز يعني شير باي نص او هاف في ال 1 يونت سيل يبقى التوتال نمبر اوف اتومز اللي موجود عندي بكام؟ قال لي دي بقى مهمه 8 في 10 ده اللي على الكورنر بلس ايه؟ 6 في نص اللي على الفيسز يبقى التوتال نمبر اوف اتوم بقى كام؟ بقى 4 اتومز. يبقى انا لو جالي مساله وجيت حسبت النمبر اوف اتومز اللي عندي ولقيتهم 4 يبقى من غير ما افكر هذا النوع من الكريستال يسمى ايه؟ يسمى فيس سنترد كيوب يونت سيل. ويبقى اذا الفيس سنترد كيوبيك يونت سيل contains an equivalent of 4 complete atoms. خلاص؟ طيب بنفس الشكل بالظبط لو انت فاهم هتعرف تعمل النوع الثالث اللي هو كان اسمه ايه؟ body centered cube unit cell وبنفس الطريقه بالظبط من غير ما نتلخبط. يعني ايه cubic unit cell؟ يعني انا عندي 6 atoms at the corner 8 atoms sorry at the corner share by 1 over 8 in 1 unit cell يعني بواحد. طيب ويعني ايه body centered بقى؟ يعني في السنتر بتاع الكيوب ذات نفسه في اتوم في البادي بتاعه في اتوم. طب الاتوم دي بتشارك مع كام يونت سيل؟ قال لي بتشارك مع يونت سيل واحده اللي هي اوريدي فيها. يبقى التوتال نمبر في اتوم بكام؟ هتيجي تقول لي بس ده الموضوع بقى سهل. التوتال نمبر في اتوم هو عباره عن 8 في 10 اللي موجودين على الكورنر بلس 1 في 1 اللي موجود فين؟ اللي موجودين جوه السنتر او في السنتر بتاع الكيوب. يعني التوتال نمبر في اتوم بكام؟ ب 2 اتومز معايا. يبقى انا عندي السمبل كيوبك يونت سيل contains an equivalent of 1 atom. الفيس سنتر كيوب او كيوبك يونت سيل contains an equivalent of 4 atoms. والبادي سنتر كيوبك يونت سيل او البي سي سي contain an equivalent of كام؟ of 2 completely atoms. خلاص؟ مهم جدا. ليه؟ عشان المسائل بنيجي نقول لك احسب لي النمبر اوف اتومز، هتحسب النمبر اوف اتومز. طب خلاص قول لي الشكل الكريستال وخلي بالك سمبل كيوبك ستراكشر فيس سنترد كيوبك ستراكشر بادي سنترد كيوبك ستراكشر كلهم كيوبك ستراكشر. يبقى اذا ايه اللي هيفهمني اللي انا اعرف مين فيهم اللي معايا؟ هو ده النمبر اوف ايه؟ اوف اتومز معايا. ويبقى كده الجزء الاولاني بتاع كالكوليشن بتاع النمبر اوف اتوم خلص. طيب ايه الجزء الثاني؟ اللي انا عايز احسب الريديوس بتاع الاتوم، ودي عمليه اسهل شويه. ازاي نحسب الريديوس بتاع الاتوم؟ وزي ما قلنا ان الاتوم هعتبرها او الموليكيول او الايون طبعا هعتبرهم عباره عن كوره او سفير. يبقى انا دلوقتي عايز احسب الريديوس بتاع ايه؟ الكوره او السفير. فلو جينا بدانا باول نوع من انواع اليونت سيلز اللي هو السمبل كيوبيك يونت سيلز، عايز احسب الريديوس بتاعي. طب احسب الريديوس ازاي؟ قال لي ادي الشكل بتاعي الاتومز كلها لازقه في بعض. طب يعني اعمل ايه؟ قال لي فلو كان طول الضلع بتاعي او الايدج بتاع كيوب اهو زي ما احنا شايفين عباره عن ايه؟ طيب تقدر تقول لي الايه ده؟ فيها كام ريديوس؟ قال لي اه دي سهله قوي، فيها اثنين اهو، ادي ريديوس وادي ريديوس. يبقى طول ضلع الكيوب هنا او الايدج بتاعي او الايه فيها 2r ولا لا؟ يبقى الايه فيها 2r، يبقى الار لوحدها بكام؟ قال لي يبقى الار ايكوال a اوفر a اوفر 2. خلاص عايز احسب الريديوس بتاع اي اتوم في كيوب يونت سيل، هشوف طول الضلع بتاعي او الايه بكام، هقسمه على 2، قدرت اجيب مين؟ الريديوس بتاعي. بس خلي بالك من حاجه، الاتومز هنا زي ما انت شايف كده لازقين في بعض اهو، زي ما انت شايف كده هنا او هنا او فوق او تحت كله لازقين في بعض. طيب هل الشكل ده هيتغير اما بتغير نوع الكريستال؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اه طبعا هنا الشكل بتاعنا اتغير خالص. اما جينا دخلنا على النوع الثاني اللي هو الفيس سنترد كيوب يونت سيلز، لقينا ايه؟ او الاف سي سي، لقينا حاجه مختلفه. لقينا ان الاتوم اهي، مش دي الاتوم الاولانيه اللي على الكورنر، وادي الاتوم الثانيه اللي على الكورنر، وادي الاتوم الثالثه اللي على الكورنر، وادي الاتوم الرابعه اللي على الكورنر. ايه اللي حصل؟ قال لي دخول الاتوم دي اللي هي في النص، دخولها في السنتر بتاع الفيس خلى الفور اتومز اللي معانا اللي في اي فيسز او اللي على اي كورنر تبعد عن بعض، ما عادش الاتومز بتاعتي لازقه في بعض زي في حاله السمبل كيوبيك ستراكشر. يعني ايه؟ قال لي يعني لما اجي اقول لك احسب لي الريديوس بتاع الاتوم هتقول لي بسيطه جدا، ادي الايه اهي
يبقى الاي دي ايكوال، لو هي دي الاي مثلا يبقى الاي دي ايكوال ار وار وايه ده؟ ده انا عندي شويه كمان اهو ما عرفتش اجيب مكانها. بكام المقدار ده؟ ما اعرفش، مش عارف. تمام؟ طب اعمل ايه؟ قال لي يبقى ما ينفعش ان انا اخد ده، انما اعمل ايه؟ قال لي ادور على ضلع فيه الثلاثة اتومز مشتركين مع بعض. اهو الضلع ده فيه ايه اللي حصل؟ ادي الثلاثة اتومز مشتركين مع بعض. الضلع ده مش هو ده بيمثل الدياجونال بتاع فيس من الفيسز؟ اهو. طيب يعني ايه؟ قال لي يعني لو كان الضلع ده عندي ده تريانجل اهو A B C، يبقى الـ AC سكوير ده أو الضلع ده قيمته بكام؟ قال لي ده الضلع الـ AC ده حسب ما احنا عارفين قبل كده هيبقى إيكوال A روت 2. طيب حلو، طب الضلع ده في كام راديوس؟ لا ده بقى سؤال مش محتاج، طلع عندنا في اربع راديوس، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه. يبقى ال A جذر اتنين او A root 2 فيها ايكوال 4R ولا لا؟ يبقى ال R بكام؟ قال لي خلاص يبقى ال R او الراديوس بتاع اي اتومز في الفيس سنترد كيوب ايكوال ايه؟ قال لي هتبقى ايكوال A root 2 over 4 وال A از اتش او طول الضلع بتاع مين؟ الحافه بتاعت الكيو. الفرق بين هنا والتاني والسمبل كيوبك ستراكشر ان دخول الاتوم في الفيس في نص الفيس خلى الاتومز اللي على الكورنر تبعد عن بعض، فبالتالي ما عدتش اعرف استخدم زي ما عملناه في السمبل كيوبك. بدانا ندور على اي لاين في الاتومز كلها لازقه في بعض، فما لقيناش الا الدياجونال بتاع مين؟ بتاع الفيس. نفس الطريقه بالظبط هنبدا نتكلم على البادي سنترد كيوبك يونت سيل او البي سي سي. طبعا زي ما انت شايف دخول الاتوم في النص، في النص بتاع مين؟ بتاع كيو، ادى لان الاتومز اللي عندي اللي على الكورنر هي كمان تبعد عن بعض، فبرضه هدور على ضلع او دياجونال او لاين يبقى فيه الاتومز كلها لازقه في بعض. هلقيت مين اللاين ده؟ قال لي اللاين ده هياخد الدياجونال بتاع مين بقى؟ بتاع كيوب ذات نفسه، وبرضه هعمل نفس المثلث بتاعه او الترينجل بتاعه اهو. حلو؟ واعرف احسبه، فلقينا ان الضلع اللي هو الدياجونال بتاعي بتاع الكيوب اللي هو عباره عن اي سي. لان الاي سي ده ايكوال كام؟ زي ما احنا عارفين قبل كده ايكوال اي روت 3. طيب الاي روت 3 دي فيها كام راديوس؟ قال لي ده فيها برضه 4 راديوس. يبقى الار او الراديوس بتاعي بتاع اي اتومز او ايونز في البادي سنترد كيوب هيبقى ايكوال ايه؟ قال لي هيبقى ايكوال ايه؟ روت 3 اوفر 4. مهم جدا اللي انا اعرف القانون اللي انا هستخدمه لحساب الراديوس بتاع الاتوم او الايونز او الموليكيولز في كل نوع من انواع اليونت سيلز اللي معايا. تمام؟ كده احنا درسنا النمبر اوف اتوم في كل يونت سيل، وكمان درسنا الراديوس بتاع الاتوم في اليونت سيل. عندي اخر حاجه بقى عايز ادرسها في الجزء الاولاني ده او السكشن الاولاني، حاجه اسمها اتوميك باكينج فاكتور. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي الاتوميك باكينج فاكتور هي نسبه او النسبه، هي نسبه بتوين ايه؟ بتوين الفوليوم اللي هيشغله الفوليوم الفعلي اللي هتشغله الاتومز اللي عندي من الفوليوم بتاع اليونت سيل. يعني ايه؟ قال لي يعني زي ما احنا شايفين هنا في فراغ اهو، الفراغ ده موجود في اليونت سيل ما فيهوش اتومز، برضو هنا في فراغ اهو، هذا الفراغ موجود في اليونت سيل لا تشغله الاتوم، هنا نفس الكلام في فراغ اهو موجود معايا لا تشغله الاتوم، هنا كمان في فراغ هنا اهو كده، كل الفراغ ده هو في اليونت سيل انما انا ما اعرفش هو قد ايه. هو ده بقى اللي احنا محتاجينه، انا محتاج اللي انا ادرس حاجه اسمها اتوميك باكينج فاكتور، اشوف الفوليوم بتاع الاتوم الفعلي اللي عندي هو ايه بالنسبه للفوليوم بتاع اليونت سيل كلها. ولو قسمت هذه النسبه اللي هي عباره عن الفوليوم اوف اتوم اكوردنج تو ذا تايب اوف يونت سيل، ايه اكوردنج تو ذا تايب اوف يونت سيل؟ ما احنا في حاله الكيوب او السمبل كيوبك يونت سيل
كانت الاتومز لازقه في بعض، فالفراغات او السبيس كانت بينهم ايه؟ صغير قوي. طيب في حاله الفيس سنتر دي كيوب نتيجه وجود الاتوم او 6 اتوم على الفيسز، خلت الاتومز اللي على الكورنر تبعد كتير عن بعض، فبقى عندي نسبه سبيس اكتر من السمبل كيوبك ستراكشر. نفس الكلام في الباد سنتر كيوب. يبقى اذا عشان اجيب الاتوميك باكينج فاكتور هشوف الفوليوم اوف اتوم اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا يونت سيل واقسمها على الفوليوم اوف ذا يونت سيل اتسلف، اللي هي عباره عن ايه؟ ما هو في النهايه اليونت سيل اتسلف دي اللي هي ايه؟ اللي هي كيوب، والفوليوم بتاع كيوب ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايه كيوب، حيث الايه هي طول الضلع بتاع الايه؟ بتاع الكيوب معايا. يبقى انا هجيب الفوليوم بتاع اليونت سيل اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اتومز، ما احنا قلنا الفوليوم بتاع الاتومز، هجيب الفوليوم بتاع الاتومز، الاتومز دي ايه؟ كوره، يبقى الفوليوم بتاع الاتوم الواحده بكام؟ 4 over 3 by r cube. طب انا عندي كام اتومز؟ حسب بقى، لو سمبل كيوب عندي واحد يبقى اضرب في واحد، لو في السنتر كيوب عندي اربعه اضرب في اربعه، لو باد سنتر كيوب اضرب في اثنين اضرب في اثنين، واقسم الكلام ده على اي كيوب قدرت اجيب الاتوميك باكينج. هنحل على الكلام ده في التوتوريال بعد شويه في فيديو تاني يلم منا القصه بتاعت السول. وده كان الجزء الاولاني اللي موجود معايا اللي هو عباره عن السول. ندخل على السكشن التاني، والسكشن التاني ده بقى مهم جدا اللي هو عباره عن الالوي، ده الابلكيشن بتاع السوليد. انا عندي السوليد الجزء الاولاني كان بيتكلم على البيور سوليد، يعني سوليد حاجه بيور، تمام؟ ايه الابلكيشن؟ ايه هستخدمه في ايه؟ قال لي مش استخدمه في حاجه مهمه جدا اللي هي اسمها الالوي. يعني ايه الالوي؟ يعني السبايك. بعمل سبيك. طبعا احنا عندنا انواع كتيره قوي معروفه من السبايك، اشهرها ايه؟ الستانلس ستيل. كمان زي مين؟ زي الذهب. ما الذهب هو عباره عن الالوي بتوين ايه وايه؟ بتوين الجولد اللي هو الذهب وايه؟ والنحاس. ده اللي بيخلي الذهب ليه درجات مختلفه 18 21 24 زي ما يطلع، تمام؟ يبقى ايه هو الالوي؟ ان الالوي از كومبوزد اوف تو اور مور كيميكال اليمنتس، بيتكون من على الاقل اثنين او اكتر عنصرين او اكتر، تمام؟ اوف ويتش ات ليست وان از ميتال، لازم يكون فيهم على الاقل واحد يبقى ميتال، تمام؟ بيحصل ازاي؟ بجيب التو اور مور ميتالز دولت او اليمنت اللي معايا واعمل لهم عمليه ميلتنج، اصهرهم مع بعض. خلاص كلهم بقوا ليكويد، بس مش ليكويد بقى، هو عباره عن مولتن فيز يعني. وابدا اسيبهم يتجمدوا، اعمل لهم عمليه سوليديفيكيشن باي فريزنج. اما يتجمدوا هيختلطوا مع بعض ويكون لي ما يسمى به الالوي. خلاص؟ طيب انا بعمل الالوي ليه؟ قال لي اكيد انا بعمل الالوي عشان اغير في خواص السوليد. بس اكيد انا بعمله عشان اغير للخواص دي للايه؟ للاحسن. فقال لي البيربس اوف ميكينج الالوي از تو، عندي ثلاث اسباب بتخليني افكر ان انا اعمل الالوي. اول حاجه هي عباره عن انكريز للهاردنس بتاع الميتال. عايز اقوي الصلابه بتاعه الميتال، الميتال بيبقى في الغالب ضعيف. مش هعرف اعمل استخدمه. لو حد عملت له الوينج باي اليمنت تاني الصلابه بتاعته هتبقى قويه، يبقى انا اعرف استخدمه معايا. تاني حاجه لوور ذا ميلتنج بوينت، الميتال لوحده الميلتنج بوينت بتاعته عاليه. باستخدام الالوينج انا ببدا اعمل ايه؟ اقلل الميلتنج بوينت عندي، وكمان انكريز للكوروجن ريزيستنس، تمام؟ طيب ذا الالوينج بروسيس فولز ان ذا فولوينج كاتيجوريز، انا لما اجي اصهر المواد مع بعض وابدا اعمل لها عمليه سوليديفيكيشن بيطلع عندي ثلاث اشكال مختلفه بثلاث انواع مختلفه للالويز. اول حاجه فيهم تسمى السوليد سوليوشن الوي، كل واحدة فيهم لها خواص مختلفة بتبان عندي بعرفها ولازم أكون محدد الفرق بينهم، لأن الفرق ده هو اللي بيفرق حاجة عن حاجة. يعني إيه سوليد سوليوشن ألوي؟ هو نوع من أنواع الألوي. بيتميز بإيه؟ إن المركبات بتاعته أو الإليمنت بتاعته مالها؟ بص كده بيكام كومبليتلي سوليبل إن إيتش أذر. يعني إيه؟ قال لي يعني المكونات كلها بتاعته بتمتزج تماما وبتدوب تماما في بعض. انا ما عدتش اعرف مين فيهم ايه، بيبقوا خليط واحد كانه بيور ميتال ولا لا بالظبط. بس الكلام ده فين؟ ما هنا لازم افرق بين حاجتين،
انا عندي بجيب الاليمنت واصهرهم، بجيب كل اليمنت لوحده واصهره، حلو، بصهرهم مع بعض. لما صهرت الاليمنت دولت مع بعض فعندي مولتن الوي او مولتن فيز اللي هو الليكويد يعني، تمام. ممكن يبقى الحاجات مش دايبه في بعض، قال لي لا، في السوليد سوليوشن الوي المولتن فيز بيبقى دايب في بعض. طيب خلصنا، احنا عندنا حاجتين اهو، الليكويد فيز دايبين في بعض. طيب دلوقتي انا عايز اعمل الوي، وعامل ايه؟ اعمل له عمليه سوليديفيكيشن او فريزنج، تجميد، فيبدا يتحول للسوليد. طيب شكل السوليد ايه؟ هل عشان هما دابوا مع بعض في الليكويد لازم يدوبوا مع بعض في السوليد؟ قال لي ما اعرفش، حسب الطبيعه بتاعت العلاقه بينهم في الليكويد والعلاقه بينهم في السوليد هيتوقف شكل السوليوشن او شكل الالوي. يعني قال لي يعني السوليد سوليوشن الوي هي الوي الاليمنت اللي موجوده معايا بتبقى دايبه او كومبليتلي سوليبل في المولتن ستيت في الحاله المنصهره، وكمان في السوليد ستيت. يبقى انا تحت الميكروسكوب اما اجي اجمدها، اما اجي اشوفها تحت الميكروسكوب هعتبر هشوف ان الالوي دي كلها ايه؟ حاجه واحده، مش هشوف ان فيها اليمنت واحد واثنين وثلاثه كل واحد منفصل عن الثاني، لا هشوفهم الثلاثه كلهم ايه؟ مع بعض معايا. خلاص؟ يبقى ايه اللي بيميز السوليد سوليوشن الويز؟ هي نوع من انواع الالويز. ايه الحاجه اللي بتميزها؟ ان الاليمنت بتوعها مالهم؟ ار كومبليتلي سوليبل ان بوث مولتن اند ايه؟ سوليد ستيت. خلاص؟ طيب بيجوا ازاي ده؟ عندي كذا فورم للسوليد سوليوشن الوي، حاجه اسمها سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن وحاجه اسمها انترستيشال سوليد سوليوشن. يعني ايه؟ يعني ايه سبستيتيوشنال؟ يعني حاجه ببدلها. يعني انترستيشال؟ يعني حاجه بدخلها غصب عنها. عشان تفهم الكلام ده بص معايا هنا في الفيجرز دي. ادي النوع الاولاني اللي هو عباره عن السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. ايه اللي انت شايفه؟ ادي الالوي الازرق ده، دي الالوي دي تسمى ايه؟ هي دي البيرنت ميتال. هو ده، ما هو طبعا الالوي لما يجي يتعمل بيبقى عندي فيه ميتال موجود بكميه كبيره، هو اللي هو الاساس عندي، بسميه البيرنت ميتال، وبعدين بعمل له الوينج بنسب معينه قليله من مواد ثانيه. حلو، بص كده هنا، ادي البيرنت ميتال عندي او بيرنت ميتال هو الازرق. طب ايه اللي حصل؟ لقينا فيه داخل معاه ميتال ثاني اهو اللي هو لونه اصفر، ميتال ثاني اهو اللي هو لونه اصفر. طيب ده دخل فين؟ هل دخل بين الاتومز وبعضها ولا دخل في نفس ترتيب الميتال؟ قال لي دخل في نفس ترتيب الميتال، كانه زي الميتال اللي جنبه الازرق. قال لي يعني ايه؟ يعني حصل استبدال من اتوم من البيرنت ميتال الاساسي معايا الزرقاء، ودخل مكانها واحده ثانيه ايه؟ بالميتال الثاني. طيب هذا النوع من الالوي يسمى سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. يبقى اذا ايه الشرط بتاعه؟ ان عشان يحصل التبديل ده او الاستبدال ده يبقى لازم التو ميتالز او التو اليمنتس لازم يكون ليهم نفس الدايمنشن. اظن واضح ان الدايمنشن بتاع الاتومز البيرنت اللي هي الزرقاء نفس الدايمنشن بتاع الاتوم الصفراء، فبالتالي حصل استبدال واحده مكان واحده، وبالتالي حصل عندي نوع من انواع الايه؟ الالوي. برضو اسمه ايه في النهايه؟ اسمه سوليد سوليوشن الوي. ايه طبيعته؟ حصل نتيجه الايه؟ السبستيتيوشنال substitution. طيب النوع الثاني اسمه ايه؟ interstitial solid solution. وده بيحصل ايه؟ ادي البيرنت ميتال الزرقاء ودخل في المسافات اللي بينهم الميتال الثاني او الالوي الثاني. يبقى اذا ايه الشرط بتاعه؟ ان الاثنين ما لهمش نفس الايه؟ نفس الدايمنشنز اللي موجود معايا. النوع الثاني من الالوي حاجه اسمها ايوتكتيك الوي. احنا قلنا الفرق بين الالوي والثاني ايه؟ هو شكل او طبيعه العلاقه بين الاليمنت في المولتن ستيت والسوليد ستيت. في حاله السوليد سوليوشن كانوا الاثنين دايبين في الليكويد ستيت او المولتن ستيت يعني والسوليد ستيت. طيب في الايوتكتيك؟ قال لي لا، في الايوتكتيك الوي التو ميتال اهو زي ما مكتوب بالظبط، التو ميتال ار كومبليتلي سوليبل ان ليكويد فيز، ما عندناش اي مشاكل، دايبين في تماما في الليكويد فيز زيه زي السوليد سوليوشن، بط ايه؟ but are insoluble in the solid phase. يعني ايه؟ قال لي يعني هم وهم مصهورين دايبين في بعض حلو قوي، انما وما يتجمدوا ما بيدوبوش في بعض. يعني ايه ما بيدوبوش في بعض؟ يعني انا لما بدخل ابص تحت الميكروسكوب وهم في السوليد ستيت
انا مش هلاقي شكل واحد، لا ده انا هلاقي تو فيزز، الفيز بتاع الاليمنت الاولاني والفيز بتاع او جرين بتاع الاليمنت الاولاني والجرين بتاع الاليمنت الثاني، وهشوفهم منفصلين تماما عن بعض. يبقى الايوتكتيك الوي هي نوع من انواع الالوي بتتميز بيه اللي هي الميتال او الكومبوننت بتوعها او الاليمنت بتوعها ار كومبليتلي سوليبل ان ليكويد فيز بات ار انسوليبل ايه ان سوليد فيز. النوع الثالث والاخير حاجه اسمها انتر، طبعا في انواع كتيره بس احنا ده اللي احنا هندرسه يعني. النوع الثالث والاخير حاجه اسمها انتر ميتاليك كومباوند، واظن واضح كده الانتر ميتاليك كومباوند ده بطلق عليه كمان كيميكال كومباوند او كيميكال الوي. ويعني ايه انتر ميتاليك؟ يعني مركب وسطي كومباوند، يعني اذا التو اليمنت هيتفاعلوا مع بعض وهيكونوا لي مركب جديد في الاثنين الاولين التانيين اللي هم السوليد السوليد سوليوشن والايوتكتيك ما كانوش بيتفاعلوا مع بعض، كانوا بيدوبوا مع بعض سواء في الليكويد والسوليد او بيدوبوا مع بعض في الليكويد وما بيدوبوش في السوليد، انما هنا بيتفاعلوا مع بعض بيطلع لي منتج او مركب جديد بكيميكال رياكشن، عشان كده بنسميها ايه؟ كيميكال الوي. تمام؟ بالتالي بيبقى ليه خواص مختلفه عن الاثنين وده هنتكلم عنه بالتفصيل. ماشي؟ طيب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ ايه الميثود بتاعت الايدنتيفيكيشن بتاعت هذا الالوي؟ قال لي عندي كذا طريقه ليه اعمل بيها ايدنتيفيكيشن كيميكال اناليسيس. ابدا اعمل كواليتيتيف وكوانتيتيف زي ما بنعمل في اللاب. مش احنا في اللاب في معمل الكيمياء خدنا شغالين دلوقتي في حاجه اسمها كواليتيتيف اناليسيس، كنا بنتعرف ايه هي الكواليتيتيف؟ الكواليتيتيف اناليسيس اللي انا بستخدمها عشان اعمل ايه؟ ايدنتيفاي للاليمنت اللي موجوده معايا اللي بتكون الالوي. وكمان هعمل نوع تاني من اناليسيس اسمه كوانتيتيف اناليسيس، ده بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل ديترماين للبرسنتج بتاع اتش اليمنت موجود معايا. يبقى انا اقدر اعمل اناليسيس للالوي اعرف بتتكون من ايه ونسب كل حاجه عندي. او مايكروسكوبيك اكزامينيشن، مش انا بقى ببص تحت الميكروسكوب بقدر احدد ايه اللي موجود عندي، يبقى دي برضو طريقه من طرق الايدنتيفيكيشن بتاع الالوي. اكس راي انفستيجيشن او ثيرمال اناليسيس. وبالتالي محتاجين نبدا نرسم كيرفات تسمى الفريزنج بوينت كيرفز للثلاث انواع بتوع الالوي، وهنشوف كل واحد فيهم هيتميز ازاي معانا. واول كيرف معايا هو الفريزنج بوينت كيرف بتاع الايوتكتيك الوي، والمثال بتاعي بتاع الايوتكتيك الوي هو عباره عن مولتن ميكتشر بتاع مين؟ البيزماس والكادميوم. ارجع تاني اقول ما دام ايوتكتيك يبقى انا ما عنديش تفكير، الاليمنت دولت اللي هم التو اليمنت مالهم؟ ار كومبليتلي سوليبل ان ليكويد ستيت بات كومبليتلي ان سوليبل في الليكويد ستيت. اكتب الكيرف بتاعهم الاقيه بالشكل ده. ومحتاجين بقى يعني ايه نفهم الكيرف بتاعنا شويه. الكيرف ده عباره عن ايه؟ او الشكل ده عباره عن ايه؟ الشكل ده عباره عن علاقه بين حاجه اسمها المول فراكشن والتمبريتشر. ادي درجه الحراره اهي. وادي المول فراكشن او الاكس. كان ايه يعني ايه المول فراكشن؟ يعني التركيب الكومبوزيشن. ما اجي اقول لك المول فراكشن بتاعي 0.6، طب ما انا عارف ان مجموع المول فراكشن بتاع كل المركبات 1، يبقى المول فراكشن بتاع الثاني بكام؟ 0.4 ولا لا؟ يبقى هذه الالوي بيتكون من 0.6 مثلا من ال A و 0.4 من ال B. يبقى اذا كل اللي انا هعمله هعمل علاقه بين المول فراكشن او الكومبوزيشن والتمبريتشر. طيب بص معايا بقى حاجه حاجه عشان ما انتهش. اول حاجه هنا البرسنتج بتاع الكالسيوم والبرسنتج بتاع البيزموس. البرسنتج بتاع الكالسيوم كام؟ 100%. طبعا دي برسنتج اهي، يعني البرسنتج بتاع الكالسيوم 100%. طب لما يبقى الكالسيوم برسنتج بتاعته 100% البيزموس بكام؟ ب 0%. ده معناه ايه؟ معناه ان الكيرف ده او الخط ده هو عباره عن بيور كادميوم. طيب كل ما همشي ناحيه اليمين، كل ما همشي ناحيه اليمين هيحصل ايه؟ بقينا عندنا بدل ما كان معايا 100% بقى عندي 80%، بقى عندي 60% من الكادميوم،
بقى عندي 40%، ده الكادميوم عمال يقل اهو، بقى عندي 20%، لقيت نفسي وصلت لكام؟ 10 0%. ايه 0% ده؟ طب ما نيجي نبص للبيزمس، ده كان بادي بزيرو، كل ما مشيت ناحيه اليمين بقى 20، بقى 80 كادميوم و20 بيزمس. ايه ده؟ ده الكادميوم تركيبه عمال يقل والبيزمس عمال يعلى. ماشي، نمشي يمين تاني، ايه اللي حصل؟ بقى 40، يعني بقى كادميوم 60 40. يعني ايه؟ قال لي يعني تباعا كل ما همشي ناحيه اليمين نسبه الكادميوم عماله تقل في الالوي ونسبه البيزمس عماله تزيد، لغايه ما اوصل هنا في الاخر اللي انا هلاقي ايه؟ هلاقي اللي انا عندي 0% كادميوم و100% بيزمس. معناها ايه؟ معناها ان الكادميوم اللي كان عندي خلص، وبقى كله كام؟ بقى كل الكيرف ده هنا او الجزء ده هنا خاص بمين؟ عباره عن بيور بيزمس. يبقى على الشمال هنا عندي بيور كادميوم، وعلى اليمين هنا عندي بيور بيزمس. طب في النص؟ قال لي في النص بينهم هو عباره عن ايه؟ عن الكريستال ذات نفسه او الالوي ذات نفسه، اللي هو عباره عن ميكس او ميكتشر من الكادميوم والبيزمس بتركيبات ايه؟ تركيبات مختلفه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا جبت الاثنين اللي هو الكادميوم والبيزمس باي تركيب بقى مش هتفرق معايا، حلو؟ وبعدين عملت عمليه انصهار، صهرتهم مع بعض. حسب الكلام هما دايبين بيكونوا كومبليتلي سوليبل ان ايتش اذر في المولتن ستيت. حلو قوي. طب وبعدين؟ قال لي بكل بساطه فين الكلام ده؟ قال لي اهو، يبقى المنطقه اللي بتمثل المولتن ستيت عندي اهي ليكويد ستيت. يبقى المنطقه الصفراء دي كلها عباره عن مولتن ستيت. طيب لو جيت بصيت هتلاقي ان المنطقه الصفراء دي هي اعلى منطقه في درجات الحراره، ما انا كل درجات الحراره بتمشي بتزيد في اي اتجاه؟ في الاتجاه ده، وده حاجه منطقيه، درجات الحراره بتبقى عاليه الماده هتنصهر. طب انا دلوقتي عايز اعمل الوي، مش هفضل عند درجات الحراره العاليه، هعمل ايه؟ محتاج ان انا اقلل درجه الحراره. فحاجه عند اي تركيب اهو واقوم عامل اقلل درجه الحراره، حصل ايه؟ ما حصلش حاجه لسه، لسه كل ده في المولتن ستيت. قللت تاني، حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. هفضل ماشي لغايه ما وصلت عند النقطه دي. ايه اللي حصل عند النقطه دي؟ قال لي بدا ينفصل شويه سوليد، بدا ينفصل شويه سوليد. يعني اذا عند اي تركيب في المنطقه اللي فوق اللي هي المنطقه الصفراء اللي هي منطقه المولتن الوي، مهما كنت فيها هو عباره عن مولتن ستيت، الاثنين كومبليتلي سوليبل ان ايتش اذر. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بدات اخفض درجه الحراره، عايز احصل على الالوي. فما بدات اقلل درجه الحراره بدا يحصل ايه؟ بدا يتحول، ما فيش مشكله، مولتن 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 لغايه ما وصلت عند النقطه اللي احنا لسه عاملين عليها دايره دي دلوقتي. بدا يحصل ايه؟ قال لي بدا يتكون عندي، هو عمال انزل اهو، بدا يتكون عندي حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده. ايه هي؟ قال لي بدأ ينفصل شوية كريستال وستيل معانا شوية مولتن فيز أو مولتن ألوي. يعني أنا بقى عندي حاجتين مش حاجة واحدة. يبقى في المنطقة الصفراء أنا كان عندي مولتن ستيت بس أو ليكويد بس، في المنطقة الخضراء بقى عندي حاجتين، بدأ ينفصل شوية كريستال من مادة بدأت أشوفها بعناية ولسه معايا مولتن ألوي. طب هينفصل مين؟ مين منطقي إنه ينفصل؟ قال لي يبدا يظهر عندي لارج كريستال، كريستالات كبيره من الماده او من الاليمنت اللي تركيبه اعلى. طب انا في النسبه دي عند التركيب اللي هو النسبه اللي انا بعمل فيها دي اللي هي هنا، وليكن 70% من الكادميوم و30% من البيزمس، مين نسبته اعلى؟ قال لي الكادميوم. يبقى اذا هيبدا في المنطقه الثانيه دي اللي هي لونها اخضر، يحصل ايه؟ قال لي يبدا ينفصل عندي شويه كريستال من الكادميوم، يبقى انا عندي لارج كريستال من الكادميوم موجوده فين؟ موجوده في ستيل مولتن الوي. يبقى المنطقه الخضراء دي بقى فيها لارج كريستال من ماده اللي تركيبها اعلى وفيها مولتن الوي. حلو قوي. طيب نبدا بتركيب تاني خالص، وليكن تركيبنا هنا اهو، ادي التركيب ده عند التركيب ده اللي هو مقابل لمين؟ نبدا نشوف كده المقابل ليه، نقول 20%
كادميوم و80% ايه؟ بيزمس. طيب انا فوق دلوقتي هنا الاثنين دايبين في بعض تماما، هبدا انزل 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 مش هيحصل حاجه لغايه ما اوصل لفين؟ للنقطه دي. ايه اللي يحصل عندي في النقطه دي؟ يبدا ينفصل كريستلز. طب هينفصل كريستلز من مين؟ من الماده اللي تركيبها اعلى، اللي هي مين عندي هنا دلوقتي؟ اللي هي البيزمس. يبقى اذا عند المنطقه الزرقاء دي هيحصل ايه؟ هتقدر تقول لي تركيبها ايه؟ هتقول لي اه دي سهله قوي، دي هنا حصل فيها انفصال للارج كريستال من الماده اللي تركيبها اعلى، او الالمنت اللي تركيبه اعلى اللي هو مين؟ البيزمس. يبقى المنطقه دي فيها ايه؟ فيها لارج كريستال من البيزمس وكمان شويه ايه؟ مولتن الوي. يبقى اذا الخط الاحمر ده، كل الخط الاحمر ده او ده عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن الفريزنج بوينت بتاعت الالوي. ويبقى عندي تعريف مهم جدا، ما هي الفريزنج بوينت بتاعت الالوي؟ يعني ايه فريزنج بوينت؟ قال لي هي درجه الحراره اللي بيبدا عندها يظهر شويه سوليد. وفعلا انا عند اي نقطه عند الخط الاحمر ده بدا يظهر عندي سواء لارج كريستال من الكادميوم او لارج كريستال من البيزمس. يبقى اذا اي نقطه على الكيرف ده الخط الاحمر ده هتسمى الفريزنج بوينت بتاع هذا الالوي عند هذا التركيب. يبقى عند كل كومبوزيشن، كل كومبوزيشن للالوي ليه فريزنج بوينت تختلف بتختلف التركيب. تمام؟ ادي عند التركيب ده ادي الفريزنج بوينت بتاعه، عند التركيب ده ادي الفريزنج بوينت بتاعه. يبقى كل تركيب معين او كل كومبوزيشن معين ليه الفريزنج بوينت ايه بتاعه. طيب نكمل بقى، وصلنا سواء بقى للمنطقه الخضراء او المنطقه الزرقاء، وصلنا المنطقه هنا يتكون لارج كريستال من الكادميوم او لارج كريستال من البيزمس وموجود مولتر الوي، لقينا نفسنا وصلنا عند الخط الازرق ده. بعد ما وصلت الخط الازرق ده تبدا يحصل حاجه ثانيه. ايه اللي حصل؟ وصلت المنطقه اللي هي مثلا نسميها منطقه اي ومنطقه اف. تقدر تقول لي ايه اللي حصل في المنطقه اي؟ قال لي اه حصل ان انا كان عندي في المنطقه الخضراء لارج كريستال من مثلا الكادميوم ده سوليد، بس كان معايا مين؟ كان معايا كمان مولتن الوي ليكويد. اما وصلت للخط الازرق حتى الليكويد ده كمان اتجمد اداني الوي. يبقى هنا في المنطقه دي في ايه؟ قال لي هيبقى في حاجتين هقدر اشوف، هشوف سوليد كادميوم الكريستال اللي اتكونت في المنطقه اللي قبليها، وكمان هشوف ايوتكتيك الوي. وما هي الايوتكتيك الوي؟ ده المولتن ليكويد اما اتجمد اداني ايوتكتيك. يبقى انا شايف هنا شكلين، شايف الوي حاجه واحده، وشايف كمان لارج كريستال من الكادميوم في المنطقه دي، بس المنطقه كلها عباره عن سوليد. يبقى ايه الفرق بين المنطقه الاي والمنطقه الخضراء؟ قال لي المنطقه الخضراء فيها حاجتين، لارج كريستال وليكويد، انما المنطقه الاي او الجراي دي فيها حاجتين تانيين اللي هم مين؟ لارج، نفس اللارج كريستال بس معاها ايه؟ معاها سوليد. بنفس الطريقه بالظبط لو انا جيت عند التركيب اللي هو وليكن التركيب ده كان اسمه بي، نزلنا هنا بقى عندي لارج كريستال من البيزموس وكده، طيب والمولتن الوي، وصلنا عند النقطة الزرقاء أو الخط الأزرق ده، حصل إيه؟ قال لي بكل بساطة بدأ الليكويد اللي الموجود في المنطقة دي يتحول إلى سوليد، أصبح المنطقة إف عبارة عن إيه؟ أصبح المنطقة إف بتكون من لارج كريستال من البيزموس اللي ظهر في المنطقة اللي قبليها، وكمان معاه بقى ايه؟ بقيه السوليد بقى اللي هو الالوي. يبقى انا شايف تحت الميكروسكوب حاجتين، لارج كريستال من البيزمس ومعاها مين؟ الايتكتيك الوي على طول. يبقى انا عندي هنا في هذه المنطقه خمس مناطق، او في هذا الكيرف خمس مناطق مهمه. ايه هم الخمس مناطق؟ المنطقه الصفراء او اليلو اريا عباره عن المولتن الوي، الالوي المنصهر. طيب المنطقه الخضراء قال لي دي بدا يحصل فيها انفصال لشويه كريستالز من الماده اللي تركيبها اعلى، اللي هي في حاله المنطقه الخضراء اللي هو الكادميوم هيبقى لارج كريستال من الكادميوم في مولتن الوي.
طب المنطقه ايه او المنطقه جراي؟ قال لي نفس لارج كريستال هيفضل موجود، لكن المولتن الليكويد هيتحول الى سوليد اللي هو الايوتكتيك الوي. تمام. الناحيه الثانيه بقى اليمين عندي لارج كريستال من البيزموس في مولتن الوي في المنطقه الزرقاء، والاورنج هيبقى فيها ايه؟ لارج كريستال من البيزموس وايوتكتيك الوي. طيب ظهر عندي هنا مشكله. ايه المشكله؟ الخط الازرق ده ايه؟ ده النقطه او الخط اللي حصل عنده ايه؟ ان ما عادش عندي فيه ليكويد، كله بقى ايه؟ بقى سوليد، او ده بالنسبه لي نهايه التجمد او الاند اوف فريزنج. يعني ايه؟ قال لي يعني بكل بساطه بص كده معايا، لو انا بادي من هنا اهو، حلو، لو انا بادي من هنا اهو، هيبدا يحصل انيشال فريزنج فين؟ هنا. طيب بدا يحصل كل ده انيشال فريزنج لغايه ما وصلت فين؟ لغايه ما وصلت هنا بدا يحصل ايه؟ كومبليت فريزنج ولا لا؟ بدا يحصل هنا كومبليت فريزنج معايا. يعني ايه؟ قال لي يعني ده النقطه دي هي عباره عن الانيشال فريزنج ودي الايه؟ الفاينل فريزنج. طيب لو انا مشيت بالعكس يعني ايه؟ قال لي يعني انا مشيت كان معايا نقطه في التركيب ايه اهي، دي عباره عن كلها سوليد، طب انا عايز اعمل لها عمليه انصهار، هتنصهر فين؟ قال لي هتفضل في المنطقه دي كده ماشيه اهي، كل ده سوليد لسه، لغايه ما اوصل فين؟ لغايه ما اوصل عند النقطه دي تبدا تتحول من سوليد الى ليكويد. دي مش دي ميلتنج بوينت؟ ما هي الميلتنج بوينت بتاعت الالوي؟ هي اول درجه حراره بيبدا يظهر فيها ليكويد، زي ما كان الفريزنج بوينت هي ايه؟ هي اول درجه حراره بيبدا يظهر فيها سوليد. يبقى ده المولتنج بوينت بتاع الالوي، بدا يمشي كل ده فيه ليكويد، كملت لغايه ما هنا اتحول الى ايه؟ كله ليكويد ولا لا؟ حلو قوي. يعني ايه؟ قال لي يعني الخط الازرق ده بيمثل الفريزنج بوينت بتاع كل الالوي الايوتكتيك. يعني ايه؟ عند اي تركيب. يعني لو بدات بتركيب هنا اهو ده سوليد، هيبدا يحصل له انصهار فين؟ قال لي هنا، اللي هي نفس درجه ايه؟ نفس الدرجه بتاعت التركيب الثاني. طب لو بدات بتركيب هنا اهو، عايز كل ده سوليد 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 سوليد، لغايه ما اوصل فين؟ لغايه ما اوصل هنا يحصل ايه؟ يحصل له برضه انصهار هنا. تمام؟ يعني ايه؟ قال لي يعني الفريزنج بوينت بتاع الايوتكتيك الوي هي قيمه ثابته، ما لا تعتمد على الكومبوزيشن بتاعه، لا تعتمد على التركيب بتاع مين؟ بتاع الالوي. يبقى اذا الفريزنج بوينت بتاع الالوي هي قيمه ثابته وات ايفر التركيب ايه هو. تمام؟ بنبدا نوصل لها منين؟ اما ابدا اتحرك من السوليد تحت خالص الى الليكويد، ويبقى الميلتنج بوينت هي درجه الحراره، اول درجه الحراره بتحول السوليد الى ايه؟ الى ليكويد. حلو قوي. طيب ايه الفريزنج بوينت بتاع الالوي؟ قال لي ما الفريزنج بوينت بتاع الالوي ده بيتغير حسب التركيب بتاعي، ده اللي احنا مثلناه بالخط ايه؟ الخط الاحمر. هتلاقي ان دي اسمها فريزنج بوينت للالوي عند التركيب ده، دي كمان فريزنج بوينت عند التركيب ده، ده كمان فريزنج بوينت عند التركيب ده. يبقى اذا الايوتكتيك الالوي ملهاش كونستانت فريزنج بوينت، لكن الفريزنج بوينت بتاعها بيتوقف على التركيب بتاع الايه؟ الالوي. انما ليها كونستانت ميلتنج بوينت، ما هي لا يعتمد على التركيب. طيب في حاجه ثانيه هنشوفها؟ قال لي اه، ده انا عندي نقطه مميزه اهي. ايه النقطه دي اللي هي دي مالها؟ قال لي ده النقطه دي ما حصلش فيها اللارج كريستال، دي النقطه دي اتحول فيها الليكويد دايركت الى سوليد، ما خدش وقت. يعني احنا بنبص هنا في المنطقه الخضراء اللي ما بدا يتحول لسوليد خد وقت عشان كل الليكويد يتحول لسوليد، الناحيه الثانيه خد وقت عشان يتحول من ليكويد لسوليد، لكن عند النقطه دي تمام ما حصلش ايه؟ ده على طول من ليكويد تحول لسوليد. هذه النقطه هي نقطه مميزه لهذا الالوي، هذه النقطه تسمى ايه؟ تسمى بالايوتكتيك بوينت. طب ايه هو تعريفها؟ قال لي ويبقى الايوتكتيك بوينت هي البوينت اللي موجوده في الكيرف اللي بيتحول عندها المولتن الالوي من ليكويد لسوليد دايركتلي، اللي عندها الفريزنج بوينت ايكوال الميلتنج بوينت. ما انت لو جيت بصيت لو همشي من فوق لتحت يبقى دي اسمها الفريزنج بوينت، ولو جيت بصيت من تحت لفوق دي اسمها ميلتنج بوينت، يبقى عندها
الميلتنج هي الفريزنج بوينت ولا لا، وعندها بيتعامل الالوي كانه بيور ميتال. يعني ايه؟ يعني كانه في النهايه انا ما عنديش مادتين، كان معايا كام ماده؟ ماده واحده. الكيرف ده اسمه فريزنج بوينت كيرف في حاله مين؟ الايوتكتيك الالوي. مهم جدا ان انا اعرف كل منطقه فيها ايه. المنطقه الصفراء مولتن الالوي، الخضراء الجراي، الاورنج، البلو، الفريزنج بوينت بتاع الالوي كام، الميلتنج بوينت بتاع الالوي كام، يعني ايه ايوتكتيك بوينت، كل الكلام ده موجود معايا. كان الكيرف ده علاقه بين المول فراكشن والايه والتمبريتشر. خلاص. ويبقى الفريزنج بوينت اللي ايوتكتيك بوينت is the point in the diagram where the liquid alloy it changed to solid without going through a best state. ما وصلش، ما عداش على المنطقة الوسط اللي هو بيبقى فيها شوية liquid وشوية solid. لا، هو liquid solid directly. تمام. This is the lowest melting point of any composition of alloy. وده أقل melting point موجود معايا يعني. يبقى إذن اللي بيميز الايوتكتيك alloy إن هي ليها low melting point، ان الكيرف هينضم الاثنين في اقل درجه حراره موجوده، ما هيلتقوا الاثنين في اقل درجه حراره موجوده ايه معايا. زي ما احنا شايفين ادي الشرح اللي احنا شرحناه، الديفرنت زون ان ذا ايوتكتيك الالوي. ادي الليكويد اهي، ده ليكويد، ده عباره عن ايه المنطقه دي؟ ليكويد زائد كادميوم، ده عباره عن ايه؟ كادميوم زائد الايوتكتيك، دي عباره عن ايه؟ ليكويد زائد البيزموث، ده عباره عن ايه؟ السوليد زائد الايوتكتيك، ودي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن الايوتكتيك بوينت زي ما احنا شفنا. خلاص؟ ده اول نوع من انواع الالوي، ده الكيرف بتاعه اللي اسمه ايه؟ ايوتكتيك الالوي. بعرفه منين؟ ان ليه مينيمم ميلتنج بوينت. الفريزنج بوينت بتاعته مش ثابته، تعتمد على الكومبوزيشن، الميلتنج بوينت بتاعته ثابته وفي ايوتكتيك بوينت. لو جينا عملنا نفس الكيرف ده في حاله الفريزنج بوينت كيرف في حالة تو ميتال فورمينج انتر ميتاليك كومباوند او كيميكال الوي. زي مين؟ زي المثال بتاعي مغنيسيوم جرمانيوم الوي. تمام؟ هلاقي ان المغنيسيوم والجرمانيوم اهو لما يجي يعملوا الالوي ده هيبداوا يتفاعلوا مع بعض عند تركيب محدد اللي هو كام؟ 33.3% جرمانيوم. وهيدي مركب جديد ما كانش موجود، اللي هو عباره عن Mg2Ge مغنيسيوم جرماني. تمام. يبقى اذا انا كنت بقى هناك ما تفاعلوش مع بعض، لا ده هنا بدا ينتج مركب جديد عند تركيز كام؟ 33% اللي هو ده اهو. ويبقى المركب الجديد ده اسمه ايه؟ Mg2Ge. تمام. عند تركيب 33.3. تمام. وبيحصل له الفريزنج بوينت بتاعته اهي عند 1117.4. يعني ايه؟ زي لو احنا بصينا على الكيرف ده، ده الانتر ميتاليك او الكيميكال الوي، ايه هنفهمه منين؟ بص كده، اعتبروا كيرفين معايا مفصولين بده بالخط الاحمر ده. يعني ايه؟ يعني اتكلم على الكيرف الاولاني كيرف A، واتكلم على المنطقه الثانيه الكيرف الثاني كيرف B، وافصل تماما بين الـ A والـ B اهو. يعني ايه؟ قال لي عن الانتر ميتاليك الوي ما هو الا اثنين او ثلاثه او اربعه ايوتكتيك الوي في بعض اهو. مش الكيرف ده دي ايوتكتيك الوي اهي، وادي الايوتكتيك بوينت، وده كل الحاجه اللي احنا قلناها. ادي الليكويد لارج كريستال من الماده اللي هي مين بقى؟ هنشوف دلوقتي. لارج كريستال ماده في المولتن الوي ايوتكتيك اند سو اون. طيب، ونفس الكلام في المنطقه ايه دي برضه ايوتكتيك. هتقول لي فين الايوتكتيك؟ انت مش شايف اهو في هنا حته صغيره اهي، الكيرف ده عامل كده بتاع المنطقه ايه، فالحته الصغيره دي انت مش شايفها موجوده هنا اهي. يعني ايه؟ قال لي يعني ده ادي الاريا ايه اهي، ادي الليكويد هنا لارج كريستال، هنا لارج كريستال وكده الالوي. يعني ايه؟ قال لي يعني انا جيت اعمل علاقه بين المغنيسيوم والجرمانيوم، كانت العلاقه دايركتلي في الايوتكتيك. لا هنا لا، نتيجه الكيميكال رياكشن اللي هيحصل بينهم عند نسبه 33%،
بدأ يتكون مركب جديد هنا في المنطقة دي اسمه ايه؟ اسمه MG2GE. حلو؟ اتكون فين؟ قال لي اتكون هنا اهو. طيب المنطقة دي كلها ليكويد، يبقى لما يجي ينزل هنا هيحصل له فريزنج فين؟ قال لي هيحصل له فريزنج هنا زي الكلام اللي احنا قلناه. حلو، يعني معنى ذلك الفريزنج بوينت بتاعته كام؟ عند 1117.4 معايا. يبقى اذا هنا دي اعلى درجه حراره معايا ولا لا؟ قال لي اه. قال لي يبقى اذا لو عندي درجه حراره توب يبقى ده مثال او شكل لتكون او معنى لتكون انترميتاليك ايه؟ كومباوند. يبقى اذا هنا دي ايوتكتيك، اهي المنطقه دي ايوتكتيك كلها، بنفس الكلام ليكويد ايوتكتيك الوي ايوتكتيك نفس الكلام، والاريا بي برضو دي ايوتكتيك وما عادش فيه اي علاقه بين الاي والبي. طب هنا ايوتكتيك الوي في المنطقه ايه؟ بين ايه وايه؟ بين المغنيسيوم وبين النيو كومباوند اللي اتكون اللي هو عباره عن ام جي 2 جي اي. خلاص يبقى ده هنا في الاريا دي هيبقى فيه ايه؟ اللي هيبقى فيه لارج كريستال من الام جي 2 جي اي في المولتن الوي. طيب الاريا بي هي ايوتكتيك الوي بين مين ومين ومين؟ بين المركب اللي اتكون معايا اللي هو ام جي 2 جي اي وبين الجيرمان. يبقى هنا في المنطقه دي هيبقى ايه؟ قال لي لارج كريستال من الام جي 2 جي اي في الايوتكتيك الوي وهكذا. خلاص؟ ويبقى عند كل توب ده معناه التوب اللي هو زي هنا كده معناه ان في انتر ميتاليك كومباوند اتكون. طب افرض هنا في توب جديد اتكون، يعني عملنا كده كيرف تاني اهو. ايه ده؟ مش ده برضو ايوتكتيك الوي؟ اه ايوتكتيك الوي. يعني ايه؟ طالما حصل طب هنا تاني يبقى اكيد في هنا مركب جديد اتكون. يبقى كل طب هيظهر معناه ان في نيو انتر ميتاليك كومباوند ايه؟ اتكون. يبقى في الحاله دي ادي برضو ايوتكتيك الوي تالت. يبقى الطب ده او الانتر ميتاليك ده بيفصل بين ايوتكتيكس معايا. يبقى الانتر ميتاليك كومباوند هي عباره عن two or more eutectic alloys بعض، بس بيتكون فيها new chemical compound معايا بيختلف في خواصه عن ال two element اللي احنا كنا بادئين بيها. هذا النوع من الكريستال يسمى ايه؟ يسمى eutectic alloy، لا سوري يسمى intermetallic alloy. اخر نوع من انواع الالوي حاجه اسمها freezing point curve بتاع السوليد سوليوشن الوي. واحنا اتفقنا المثال بتاعي طبعا هو الكبر والنيكل يعني، واحنا اتفقنا ان ايه اللي هو السوليد سوليوشن الوي؟ هي الالوي اللي بيحصل فيها ايه؟ ان الكومباوند بتاع او تو اليمنت سوليبل ايتش اذر في الليكويد وكمان في السوليد فيس. المثال بتاعي هو مين؟ الكبر نيكل الوي. لو جيت بصيت هنا برضو هقسم الحاجه للكيرف ليه كذا منطقه. المنطقه اكس دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الليكويد المولتن الوي اللي الاثنين دايبين في مع بعض، درجات حراره عاليه اهي. ادي طبعا الكبر وادي النيكل. حلو؟ طيب عند كومبوزيشن 60% اهو اللي هو اكس في درجات الحراره العاليه كان مولتن الوي. طب انا عايز اعمل اكون الالوي اعمل ايه؟ قال لي بدل ما عايز تكون الالوي يبقى لازم تعمل ايه؟ تقلل درجه الحراره. اما فضلت تقلل درجه الحراره هنا برده لسه ليكويد، هنا برده لسه ليكويد، لغايه ما وصلت فين؟ عند النقطه اف. وعند النقطه اف بدا زي ما حصل في الايوتكتيك بدا شويه ليكويد يتحول لسوليد. طيب السوليد ده دايما موجود فين؟ انا عايزك بس تفهم حاجه مهمه جدا عشان ما نتلخبطش. هي المنطقه دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن ليكويد. مش انا المفروض هبدا انزل درجه الحراره كده يتحول لسوليد؟ يعني هنا في ايه؟ يعني هنا في سوليد. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني الكيرف ده دايما مرتبط معايا بالليكويد فيس، والكيرف ده المنقط هيبقى دايما مرتبط معايا بمين؟ بالسوليد فيس. طيب نيجي نشوف بقى التركيب اكس. عند التركيب اكس كان في المولتن ستيت، بدات اخفض درجه الحراره، فضل يقل لي يقل لي يقل لغايه ما وصلت عند الاف. لما وصلت عند الاف بدا يتكون سوليد. طب السوليد هينفصل لارج كريستال؟ قال لي لا،
ما هو دايب في الليكويد زي ما دايب في السوليد. طب يعمل ايه؟ بدأ يتكون شوية سوليد ألوي. طب انا عايز اعرف تركيبه. قال لي طب ما فين الكيرف اللي بيمثل تركيبه؟ قال لي اهو. فقال لي طب يبقى انا امشي بخط افقي عند النقطة بتاعتي اهي لغاية ما اوصل لمين؟ للال. يبقى الليكويد الكومبوزيشن اللي هو اكس معايا عند النقطة اف طلع لي سوليد تركيبه كام؟ قال لي تركيبه اهو زي ما انت شايف. يعني بدأ ينفصل شوية ألوي. تركيبها ايه؟ تركيبها زي ما انت شايف كده معايا. طيب هل كده انا خلصت؟ قال لي لا، ما انا برضو لسه ده بدايه التجمد. بدات انزل تاني في درجه الحراره. تمام؟ بدات انزل تاني في درجه الحراره لغايه ما وصلت عند النقطه دي. وليكن سي. طب عند النقطه دي ايه اللي حصل؟ قال لي ما هو برضو بدا يتجمد اكتر بس لسه ما وصلتش لان بقى كله سوليد. هو هيبقى كله سوليد امتى؟ اما يعدي ما يوصل للخط المنقط ده. طيب فتكون شويه سوليد جديد. طب فين السوليد؟ قلنا عند الكيرف المنقط. فين الليكويد؟ عند الكيرف الثاني. قال لي طب يعني ايه؟ قال لي يعني لو عايز تعرف تركيب السوليد والليكويد اللي موجود عندي عند اي درجه حراره تقوم عامل ايه؟ وصلت عند التركيب هنا اقوم قاطع ماشي في خط افقي يمين. يمين ده يجيب لي وانزل، يبقى ده تركيب السوليد ولا لا؟ اهو. طيب لو مشيت بقى من النقطه دي شمال، قال لي ما الشمال ده هو النقطه مرتبطه بايه؟ بالليكويد. قال لي يبقى ده هيجيب لي تركيب الليكويد اللي اتبقى ولا لا، اللي لسه ما اتجمدش. يعني ايه؟ قال لي يعني انا بدات مولتن ستيت ليكويد، فضل ليكويد ليكويد ليكويد، بدات اقلل درجه الحراره هيفضل برضو ليكويد لغايه ما وصلت لاول نقطه اللي انا هسميها اف، اللي هيبدا ينفصل فيها ايه؟ السوليد معايا، بس السوليد دايبين في بعضه. طب عايز اعرف كميه السوليد اللي اتكونت قد ايه؟ قال لي روح للكيرف بتاع السوليد اللي هو مين؟ الكيرف المنقط. همشي بخط افقي عشان تحافظ على درجه الحراره ثابته وانزل عرفت تركيب السوليد اللي اتكون. طب ما ده عند درجه الحراره دي انا لسه بقلل تاني، فقللت تاني لغايه ما وصلت عند السي. طب عند السي هيحصل ايه؟ قال لي هيكون اتجمد اكتر فيطلع كميه سوليد اكتر. عايز اعرف تركيبها بتكون من ايه وايه؟ قال لي نمشي بخط افقي نطلع للخط المنقط. نزلت تحت عرفت تركيبها كام، بتكون من مثلا قد ايه من كوبر وقد ايه من نيكل. طيب شويه الليكويد اللي اتبقوا هتركبهم ايه؟ قال لي خلاص امشي بخط تاني ناحيه ايه؟ كده. طيب شويه كمان انزل تحت نفس القصه، هيطلع تركيب جديد اهو للسوليد، تركيب جديد اهو للليكويد. هيفضل التركيب ده يتغير معايا لغايه ما اوصل للنقطه ام اللي بيحصل فيها ايه؟ خلاص ده نهايه نهايه الفريزنج، هيبدا يتكون عندي كله سوليد. تركيبه كام السوليد ده؟ قال لي هو نفس التركيب اللي انا كنت بادي بيه في المولتن الوي. لو انا كنت بادي ب 60% 40% يبقى برضه 60 السوليد ده تركيبه 60% 40%. خلاص يبقى عند اي درجه حراره في المنطقه الوسط بين الكيرف الاولاني اللي هو بيمثل الانيشال فريزنج والكيرف الثاني اللي هو بيمثل الفاينل فريزنج، هقدر اعرف لو مشيت ناحيه الكيرف بتاع السوليد اللي هو اليمين هقدر اعرف تركيب السوليد اللي اتكون قد ايه، ولو مشيت بالكيرف ناحيه الشمال هقدر اعرف تركيب الليكويد اللي متبقي معايا قد ايه. طيب لو مشيناه بالعكس يعني ايه؟ قال لي يعني مشينا من تحت لفوق، يعني جيت عند الكيرف ده اهو وقمت ماشي هنا، هيفضل كل المنطقه دي سوليد لغايه ما اوصل عند مين؟ عند الام، يبدا ينسهر شويه ليكويد، شويه سوليد تتحول لليكويد. طب عايز اعرف تركيب الليكويد اللي اتكون اعمل ايه؟ قال لي روح للكيرف بتاع مين؟ بتاع الليكويد اهو. يبقى الليكويد اللي اتكون معايا عند هذه النقطه تركيبه معايا كده ولا لا؟ اهو تركيبه ان. طيب قمت مسخن اكتر فبدأ درجة الحرارة تعلى تاني، اديني تركيب جديد في شوية سوليد شوية ليك. خلاص بقى عرفت الفكرة ان عند أي لحظة هقدر أجيب تركيب السوليد تركيب الليكويد اند سو اون. وبقى عندي في المنطقة اللي فوق دي المادة موجودة على هيئة ليكويد، في المادة اللي تحت دي المادة موجودة على هيئة سوليد، في المادة اللي في النص سوليد وليكويد بتركيبات إيه مختلفة. الكيرف اللي فوق يمثل انيشال فريزنج اللي ليه علاقة بالليكويد، والكيرف اللي تحت بيمثل الفاينل فريزنج اللي ليه علاقة بالسوليد. ويبقى اذا عن طريقه هقدر اعرف التركيب معايا، ان انا عند اي تركيب بقى اقدر احدد ايه اللي بيحصل معايا. خلاص؟ طيب هل هنا ليها كونستانت فريزنج بوينت؟ قال لي لا. انها تعتمد على مين؟ على التركيب. كل تركيب ليه فريزنج بوينت خاصه بيه. طب هل ليها كونستانت ميلتنج بوينت؟ برضه لا. طب فين الكيرف بتاع الميلتنج بوينت؟ قال لي ما الكيرف بتاع الميلتنج بوينت الكيرف اللي هو بتاع ايه؟ اللي منقط معايا زي ما كان اللي بيحصل فيه زي ما كان بيحصل فيه. يبقى اذا السوليد سوليوشن الوي ليها
ملهاش كونستانت لا فريزنج بوينت ولا ميلتنج بوينت. اليوتكتيك الوي ملهاش كونستانت فريزنج بوينت لكن ليها كونستانت ميلتنج بوينت. الانترميتاليك هي عباره عن تو اور مور من اليوتكتيك بوينت. بكده اكون خلصت شرح النظري بتاع هذا الشابتر السوليد والالوي. يفضل عندنا ان شاء الله في المحاضره الجايه او في الفيديو الجاي هنتكلم على شويه مسائل خاصه بالسوليد والالوي. حظ سعيد وان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. الف شكر. السلام عليكم.